استاذ شريف، اتفضل يا فندم. قول اللي احنا ماشيين بيه لغايه دلوقتي بنطلع التن بكام، ولما هنعمل عمليات الغسيل اللي انتوا مستهدفينها هيبقى التن يساوي كام، ثم لو احنا عملنا كمان مصنع الالواح الزجاجيه هيبقى التن يكلف كام، هيبقى عوايده قد ايه من فضلك يعني لو كان الرقم عندك يعني. تمام يا فندم، اتفضل. الرقم الخاص بتصدير الرمل الزجاجي بعد المعالجه اوريدي موجود، لان احنا تعاقدنا مع الشركه، هو 45 دولار للطن. ولكن التكلفه او القيمه المضافه اللي هنضيفها للرمال بعد المعالجه في مصنع الزجاج، الرقم بالظبط مش موجود، لان احنا حاليا تحت دراسه تكلفه المصنع هتوصل لكام، فبالتالي مش هقدر اقول يعني بعد التصنيع في الزجاج هتوصل بالظبط لكام. المشروع الثاني هو مشروع انتاج البايكوارتز باستثمارات 70 مليون دولار وبطاقه انتاجيه 60 الف طن سنويا. والبايكوارتز هو بيعتبر مستقبل صناعه الالواح في العالم، التي تهدف الى تصنيع منتجات خليه السيليكا. مشروع البايكوارتز هيتم تنفيذه لاول مره في العالم داخل مصر، وبخامات مصريه 100%. التكنولوجيا بتملكها شركه بريتون، وكانت حقيقي في الفتره اللي فاتت بتحاول تفاضل بين العديد من الدول لتنفيذ المشروع، ولكن الحمد لله بعد تأسيس الشركة هيتم تنفيذ المشروع داخل مصر. والخامات اللي مستخدمة هو الدولمايت المصري وإعادة تدوير مخلفات الفلزبار. احنا بننفذ وحدة متنقلة هتتم الوقوف في محاجر الفلزبار، بتتم معالجة المخلفات التحجير وبنرفع كفائتها، وبالتالي ترجع تدخل في صناعة البايكوارتز بعد كده. سيادة الرئيس، إن الهدف الرئيسي من الشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هي المساهمة الفعالة في تدعيم الصناعة المصرية والاشتراك في التنمية الشاملة للدولة من خلال تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية وفقاً لرؤية سيادتكم في الجمهورية الجديدة 2030. وفي الختام اسمح لي سيادة الرئيس بالتوجه بالشكر لسيادتك على الدعم الدائم للقطاع الخاص، وتوجه بالشكر إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة المصرية للتعدين، وإلى شركائنا في النجاح شركة بريتون وشركة منرالي، ولجميع زملائي في مجموعة الشريف براند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ شريف، اتفضل يا فندم. مش حاسبك تنزل سهل كده، تحت أمرك فندم. لا صحيح، بص اسمع، أنت سمعت اللوحة اللي احنا قلنا فيها الثلاث أو الأربع مراحل اللي فاتوا، وقلنا احنا بدأنا بس مرحلة واحدة اللي هي بتاعت اللي احنا بنفتتحها النهاردة. وأنا بقول لك كوكيل للشركة وحتى على الشركة اللي تأسست مع جهاز الخدمة الوطنية، من فضلكم القطاعات التانية اللي احنا كلمنا فيها ديت او المراحل التانية اللي احنا كلمنا فيها ديت، فكروا جديا. وانا معانا السفير الايطالي، وممكن نتصل على اعلى مستوى مع الحكومة الايطالية لدعم هذا الاستثمار لما المراحل التانية من خلال الشركات اللي عندها الرائدة في هذا المجال في ايطاليا، او من خلال حضرتك كوكيل والشركة اللي انتوا اسستوها، بس ان احنا نخرج في اسرع وقت ممكن في ان المراحل دي تخش الانتاج والحركه بسرعه. من جانبنا احنا هنوفر المكون المصري مهما كان قيمته يا استاذ شريف. تمام. والشركات الايطاليه والحكومه الايطاليه والسفير موجود، وهيبقى لنا كلام معاه دكتور مصطفى، ممكن قوي ان احنا نستضيفه ونكلمه في ان احنا اذا كان النهارده انتم مطمنين بدراسات الجدوى للمراحل ديت او للقطاعات ديت، يبقى ننطلق ان احنا نتحرك فيها. وجود الشركات انا بقول لهم نحن ندعمكم ونشجع ان انتوا تقوموا، سواء كان بان انتوا فقط تعملوا المصانع او ان انتوا تساهموا حتى في المشروعات ديت اذا كان الكلام ده واضح. واحنا من جانبنا الرقم المطلوب مننا في الاعمال المدنيه والاجراءات الاداريه والبيروقراطيه الاخرى، بوعدك يا استاذ شريف والناس معانا كلها ان احنا نخلصه امتى؟ احنا فندم ان شاء الله لا انا امتى، احنا كحكومه نخلصه امتى؟ امتى فندم؟ امبارح. تمام سيادة، ما تخافش. تمام سيادة، متشكرين جدا. شكرا لك. شكرا. ايوه يا فندم.